كمان اللاعب عبد الرحمن جبنه صانع العاب المقاولين العرب دخل ضمن اهتمامات النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه، واكد جبنه ان هو جاله اتصالات من بعض مسؤولين النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وقال ان هو مستني لحد نهايه الموسم الجاري عشان يحدد محطته الجايه. وكمان قال ان هو مش هيمشي الا عن طريق نادي المقاولين العرب لان هو لسه في عقده موسمين عشان ينتهي.